دائما بنقول نحن الطاقه الايجابيه اللي بنبدا فيها يومنا، يلي بنبدا فيها السنه الجديده، يلي بنبدا فيها كثير تفاصيل من حياتنا، هي طاقه كثير مهمه بحياتنا، وطاقه يمكن بدها يمكن ملكات كثير عند الشخص لحتى يقدر يتحلى فيها وما يتاثر باي ضغوط او تفاصيل حياتيه، ممكن اي تفصيل صغير بنقول ينزع يوم كامل. ولكن صحيح. الطاقه الايجابيه لما بنبدا فيها بتحسس لما انه بقيه النهار عن جد تغير وصار بقيه النهار حلو. صحيح، فرح اليوم بدايه نهاري حلوه اكيد وجودك وجود الزملاء اكيد اللي بيغيروا صباحنا، يمكن هي تفاصيل صغيره. وهلا نحن كنا عم نحكي يمكن قبل الهواء، العيد هلا ما عاد مثل العيد ايام زمان، كلياتنا بحاجه هيك لندور على الشيء اللي بيعطينا الايجابيه بالعيد لحتى نقدر هيك يمكن بهذا الوقت شوي مثل ما بيقولوا نغير، نرجع للطقوس الحلوه، للتفاصيل الرايقه، لمه العيله الصبح يمكن هي اكثر شيء لسه بيحافظ على جوها الايجابي. هاي الموضوع وغيره من التفاصيل رح نتعرف عليه أكثر أكيد مع ضيفنا الأستاذ محمد البلبيدي اختصاصي بالتنمية البشرية. صباح الخير أستاذ محمد، ينعاد عليك. صباح الخير، صباح العيد، صباح العيد فرح، طبعا صباح الأفراح والأعياد لكل مشاهدينا ولكادر الإخبار اللي مداوم هلأ مثل ما قالتو رغم أيام الأرض. يسعد لي صباحك عن جديد وينعاد عليك وعلى عائلتك بكل الخير والمحبة يا رب. عم نحكي اليوم عن العيد، خلينا بالبداية نعرف تراثيات العيد كيف كانت، شو تغير بين مبارح واليوم؟ طبعا العيد من اسمه هو الإعادة، إعادة الحياة، إعادة الأمل، إعادة ترتيب الأوراق. هي فرصة طبعا تزداد فيها الطاقة الكونية حتى تأثر على الطاقة الجسمانية، بشرط أن تكون الطاقة الجسمانية مهيئة لتلقي طاقة الفرح من الطاقة الكونية. يعني أول شيء نحن كل طقوس العيد وكل تراثيات العيد شو الغاية منها؟ أنه نتهيأ نفسيا لتلقي طاقة إيجابية، طاقة فرح، طاقة سرور، طاقة أمل، طاقة تجدد من الطاقة الكونية. لذلك نحن بنقول دائما أنه الإنسان بحسب ما يكون سيتلقى، بحسب ما يعتقد سيلقى. وبالتالي نحن تراثيات العيد، اللمة الحلوة، الصباحية الحلوة، زيارة مثلا المقابر، صلاة العيد، تكبيرات العيد، تلبيات العيد، استقبال الحجاج، محمل الحج، الغاية كلها منها هي أنه نحن نكون مهيئين لتلقي الطاقة الكونية الإيجابية اللي هي طاقة الفرح والمرح، تمام، وطاقة السعادة اللي نحنا بصراحة بأمس الحاجة إلى حتى نتجدد. هذه الطاقة بتأثر عنا أنه بيصير عنا تركيز على الإيجابيات حتى بصراحة نتجاوز السلبيات. يعني أنت حتى تتجاوز السلبيات لابد أنك تكوني مستعدة، لابد أنك تكوني مهيئة. نحن بالعيد ما منغير عين الإنسان، ولكن منغير نظرة الإنسان، ما منغير بصراحة نحنا وجه الإنسان، ولكن منغير ملامح حتى تكون بصراحة انبساط بالوجه، الضحكة، وحتى بالتراثيات الروحانية البسمة بوجه أخيك صدقة، وأيضا أن تلقى أخيك بوجه طلق. هي ثواب عظيم، الغاية منا طبعا أنه نتأمل إن شاء الله الأجمل ونتلقى ما نتأمل. آمين يا رب. خلينا كمان نحكي اليوم عن مظاهر الاحتفال أستاذ محمد، يمكن اختلفت شوي الظروف والحياة، طريقة المعايدة، كتير أمور اختلفت، وخصوصا مع التكنولوجيا اللي صارت هي رائدة بكل شيء بالمعايدات وبغيره. خلينا نحكي عن أهم المظاهر اللي لسه فينا نحتفظ فيها وإلها تأثيرها. طبعا بالأساس الفرحة واللمة وهذه الطقوس هي موجودة وهي الغاية، ولكن تتبدل أشكال تحقيقها بحسب تطور الحياة ومشاغل الحياة ومتطلبات الحياة. ولكن مهما كان بالعيد سبحان الله بتلاقي بياخذ الإنسان بحبوحة، بياخذ الإنسان فسحة حتى يعيد هذه التراثيات. فمن التراثيات مثلا في صباح العيد أنه مثلا نزور بيت الجد والجدة من الصبح، العيلة كلها تجتمع وين؟ مثلا بيت الجد والجدة، أو في حال عدم وجودهم ببيت الأب والأم. هذه تراثيات الآن العائلات عم تحافظ عليها. نحن الآن بعيد الأضحى، وميزات عيد الأضحى شو عنا؟ الأضحية. فمن ميزاتها أنه هذه الأضحية وين مثلا كانت تضحى؟ في بيت الجد والجدة أو في بيت الأب والأم، احتراما لمقام، لا حتى وإن كان الحفيد هو اللي عم يضحي أو الإبن اللي عم يضحي، ولكن سبحان الله لابد من رؤية هذه الأضحية ومباركتها من الجد والجدة أو الأب والأم حتى بصراحة نعيد مثل ما منقول المقام. وتقسيم الأضحية كمان بيكون بإشرافهم، لأنه نحن بنعرف مع تقدم العمر
بيشعر الكبير انه البساط عم ينسحب من تحته، فبتجي هاي المناسبات، بتجي هذه الطقوس حتى نعطيهم قناعه انه ما زال لهم دور وما زال هن الكلمه المسموعه، فهن اللي بيحددوا الشقف ولمين بتنبعت وبمشورتهم، حتى بصراحه ندخل عليهم يعني نوع من الفرح وانه انتم لا زال لكم دور ولكم مقام في هذه الحياه. اليوم يمكن مع تغير الظروف وكثرة الضغوط على الأهل دائما بنسمع مصطلحات هي يمكن بتأذي الولد نوعا ما، انه اي عيد ما في عيد، كل عيد هو يوم مثل اي يوم، وهي الكلمات اللي هي فعلا ما نصح. كيف الاهل بيقدروا يمكن يوصلوا فكرة العيد رغم هي الضغوط ورغم هي التفاصيل، لانه الطفل حقه يعيش هي التفاصيل السعيدة بعيدا عن ضغوط الحياة؟ طبعا هذه التعابير تعابير قاتلة. نعم. يعني هذه التعابير بصراحة بكل عيد موجودة، يعني اللي بيظن انه والله نحن حتيجي يوم وتكون الحياه بشكل عام ورديه هذا خيالي. في منغصات، يعني منغصات مثلا اجتماعيه، منغصات اقتصاديه، منغصات اسريه، هي موجوده يعني على مدى التاريخ. فاذا نحن دائما بنركز على المنغصات لا بنخلي عيد ولا بنخلي فرح ولا بنخلي سرور. لكن نحن بصراحة رغم الآلام ورغم الأحزان، أنا اليوم سبحان الله قبل ما أجي كنت عم تابع يعني تصوري تكبيرات العيد فبمخيم جباليا بالأماكن هي المدمرة، يعني على الحجار المدمرة الأطفال عم تبتسم وعم تعطي فرحة العيد وعم يضحوا بالعيد. يعني بصراحة أنا دائما بقول خلوا في الحياة بسمة أمل، بسمة أمل هي القادرة أنه تعيد يعني القديم جديد وتعيد الخراب عمار. المهم يا محلى خراب العمران عن خراب الأنفس، يعني إذا كانت العمران قائم والنفوس خربانة بتهدم العمار ولو معنويا، وإذا كان في خراب لا سمح الله والأنفس عمرانة هي قادرة أنه تبنيها وتعطيها. لذلك بناء الإنسان هو الحجر الأساسية في بناء الأوطان، وما الإنسان ما بيبني إلا إذا كان عنده أمل وكان عنده فرح. لذلك بتشوفي أنت بالأعياد من سنن الأديان أنك أنت تفرح بالعيد، أنك تلبس شيء جديد، لاحظتي كيف؟ أنك تبتسم، يعني هذا فرض وليس يعني أنه برستيج. لذلك نحن بنقول مثلا شوفوا مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الأحزان لديه ما لديه، ورغم ذلك بتشوفي أنه مثلا بسنن العيد أنه يمشي كان بطريق ويرجع من طريق ثاني حتى يعايد على أكبر عدد من الناس، يروح مثلا يضحي بإيده، يوزع الأضاحي، يعني نشر هذا الفرح، نشر هذا الأمل، هو سبحان الله البذرة يلي بيجذب من نوعه. يعني بنشوف مثلا نحن الآن حتى نجيب المطر شو بنساوي؟ بنزرع بساط أخضر. نعم. لاحظت كيف؟ هالبساط الأخضر بيجذب الغيم بيجيب مطر. الأمل هو هذا، هو الفرح إنك بصراحة تفرش هذا الفرح حتى يجيب من نوعه. أكيد. طيب أستاذ محمد خلينا كمان نحكي اليوم تفاصيل كتير مثل ما قلنا بالبداية تاهت بهذا الزمن. خلينا نقول اليوم الأهل اللي عندهم أطفال لازم بحاجة يذكرون، كيف دون يقدروا يذكرون إذا هن نفسهم الأغلبية منهم نسيوا هاي التفاصيل؟ قدي هي صعبة بهذا الوقت؟ قدي بتشوفها بتمر عليك يمكن استشارات بهذا الموضوع؟ طبعا يعني الإنسان سبحان الله بحن لماضي، بحن لطفولته، بحن لسعادته بأعياد وقت كان طفولته، وبالتالي الآن سعادته حتكون عن طريق أولاده وعن طريق أحفاده. شوفي بالماضي كانت بساطة حياة، ما كان فيها الإمكانيات، ما كان فيها القدرة، يعني تصوري مثلا الأكلات الحلويات كذا تنعمل بالبيت من أبسط الأشياء. يعني أنا بتذكر مثلا أنه بالعيد فرضا ينعمل شيء اسمه الزنقول، عرفت عليك بالبيت ونلك بالقطر ونروق فيه، حتى اللي مثلا وضع المادي يعني أدنى يعملوا خبز مأمر ويرشوا عليه سكر. يعني نحن بصراحة نحن الفرح بأبسط الأشياء، مو يعني أنه أنا والله خلاص ما بفرح إلا إذا كنت بهالدرجة هي، بجوز يا أخي ما تحققها، بجوز إذا تحققت هذه الدرجة تفقد شيء مقابلها. كثير ناس مثلا بيقول لك اخي انا ما بكون سعيد لحتى يصير بالوضع الفلاني، بقوم بيصير بالوضع الفلاني بيكون فقد شيء جديد. انا في عندي ناس كثير بتقول لك والله انا والله يعني بس هيك الله يبحبح علي بفرح، هلا لا تركني انا والله هلا مخرج فرح، منين بدي افرح وجيبه فاضيه؟ سبحان الله بعد كم سنه عمرت الجيبه وراحت الصحه. نعم. فصار يقول لك يا محلى كل شيء امام الصحه، ونحن مرقنا بهيك ظروف. يعني لذلك انا دائما بنصح من اراد ان يفرح سيفرح،
من أراد أن يسعد نفسه سيجد ألف سبب لسعادة نفسه. وأنا بقول لك دائما السعيد يلي بيكون سعيد بالمكان اللي هو فيه، بالزمان اللي هو فيه، بالظروف اللي هو فيها، بهالحالة هاي هو ما بيكون يعني كسلان أنه أنا بتم هيك وبضحك على حالي، لا، لأنه أنت بهالحالة هاي حتجذب الظروف الأحلى. نعم، يمكن مثل ما تفضلت وحكيت أستاذ محمد، اليوم في نعم كتير كبيرة من بيناتها الصحة، من بيناتها العيلة الحلوة، من بيناتها صباح العيد معكم نعمة كبيرة. سلام أستاذ محمد. كتير هي التفاصيل يمكن بعض الناس بيتغافلوا عنها، للأسف مثل ما قلت بينظروا لشي تاني تماما، هن فاقدين لإله. اليوم أثر العيد بحياتنا، أثر هي اللمة الحلوة، إن كانت بأبسط الإمكانيات مثل ما تفضلت وحكيت، وإن كان بالإمكانيات الموجودة. يعني نحن يعني كنا مثلا وقت كنا أطفال نلعب لعبة الحبل، تمام، هيك أطفال مع بعضنا نلعب لعبة الحبل، كنا نلعب لعبة دحاحل. يعني كانت الثروة تبعنا العلبة اللي فيها هي الدحاحل وكذا، نلاقي حالنا هدول موازي كانوا يقولوا له، نلاقي حالنا شو بدي لك يعني فوق بالعلالي. مع يعني الإنسان قادر أنه يسر نفسه بالأمور البسيطة إذا أراد. أما إذا أنا دائما بدي أنظر للأعلى، يا أخي أنت دائما حتى لو وصلت للأعلى حيطلع لك أعلى. يعني احنا في عندنا داء اسمه داء التكميل، عرفت علي كيف؟ يعني اللي عنده شيء بده اثنين، واللي عنده اثنين بده، كل ما طلعت كل ما بتشوف اوسع. لكن الاساسيات ان شاء الله، ان شاء الله وبفضل من الله، يعني الى حد ما موجوده عند الكل. وبرد بقول لك انه سبحان الله حتى يجيك المزيد لازم تكون شاكر لما عندك. لاحظت كيف؟ لذلك شو بيقول لك؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني نحن بصراحه بدنا نكون شاكرين، بدنا نكون مقبلين. هلا الفرح لوين بيجي؟ بيجي لأهله، ما هيك؟ المرح لمين لون بيجي؟ لأهله. تمام. مستحيل يجي لقلب حزين مرح. يعني في بلك مثلا قال اجت الحزينة لتفرح ما لقت له مطرح، عرفت علي؟ فعلا ما حتلاقي مطرح لأنه بتجي لأهله. يعني إذا الواحد مثلا عينه حزينة، نقول نحن هي إرادة، الفرح والسعادة قرار. هو إرادة أو قرار؟ قرار. نعم. أنت بتقرر حياتك. انت بتقرر حياتك. الانسان سواء انا بيجيني كثير على المركز الاستشاري ناس يعني بتقول لك والله انا يعني ما بعرف حالتي، ما بعرف نهار شلون بيمضى. بلا بتفزي من النوم، اول ما بتفزي من النوم بتطلع على المرايه، وشك اللي على المرايه هو نهارك. ففي ناس بتفز عم تقتل دبان وشها، تقولي نايمه معركه، بتقول لك لحد حاكين حتى شف فنجان قهوه، تماما، عرفت علي؟ وبتساوي لي هذا القهوه كمان الكبير مشان تعصبني اكثر. لاحظتي كيف؟ يعني شو هالحياه هاي؟ وبركي ما في قهوه، شو بتساوي بتقتلينا؟ لاحظتي كيف؟ ففي ناس يعني فازة بدها تعمل لخناقة. يعني كمان اليوم الرضا بالحياة، الرضا بالموجود. يعني سلمى إذا معك قليل أو معك كتير، هي نوع من الرضا. منلاقي حدا يمكن ما بيملك شيء لكن هو عايش السعادة بأحلى تفاصيلها، وشخص مقتدر إن كان مادياً بأي ناحية كانت، لكن هو غير سعيد وغير راضي عن حياته. تمام. كمان اليوم الرضا قدي بيلعب دور بكل شيء بنملكه، عدم التطلع دائما إلى الأشياء يلي بنفقدها. من أساسيات وجود الإنسان بالحياة الرضا والاستمتاع، أن تكون راضي بما عندك مع الطموح طبعا للتحسين، وأنك تكون قادر على الاستمتاع. اليوم أهم من الشيء قدرتك على الاستمتاع فيه. يعني أنا أهم من إني مثلاً شوف الألوان الحلوة مثلاً لابسينها، يكون عندي قدرة إني ميز الألوان. نعم. إذا واحد مثلاً يعني الله هيك عافينا مثلاً عنده مرضى بسموه عشل ألوان أو عمل ألوان، شو ما لبس ما حيشوف غير البياض والسواد. لاحظت كيف؟ ولحنا منقول أهم ما تأكل أنت حلو، لازم يكون عندك حليمات الذوقية لتأرجيك إنه هذا حلو. فأنت بصراحة بدك يكون عندك القدرة على الاستمتاع بما لديك. هلا وقت بتكون انت شوفي، وقت بتحط العقل الباطن بمربع يزداد منه، فاذا حطيته بمربع الاستمتاع سيزداد من المتعه. فبتشوفي في ناس مثلا بتشوف الخضار، تمشي انت وياها مثلا بيقول لك شوفي هالشجره، شوفي هالبردقانه، شوفي هون عمروا شيء حلو، هون ساوي هون كذا. هي عندها القدره على التركيز على الإيجابيات والاستمتاع حتى تزيد. تمشي مع واحدة تانية بدك شوفي حاوية القمامة، وشوفي النزبالة اللي هون، ولي عليه هون، وشوفي هون، بتعوفك حالك أنت ماشي معها. شو الغاية؟ كل إنسان بحسب ما بيحط حاله بمربع. فحط حالك بمربع الصحة تزداد صحة، حط حالك بمربع الإيمان تزداد إيمان، حط حالك بمربع السعادة تزداد منها. أكيد.
أستاذ محمد، كمان مثل ما قلت الإنسان دائماً بتكيف مع ظروفه ومع واقعه، ودائماً بنشوف ناس مثلاً خمسة على موتور بس مبسوطين وعايشين، نقول سبحان الله العيلة، وناس تانيين قاعدين بسيارة مو طايقين حالهم تماماً، رغم أنه هن قاعدين بسيارة. قديه مهم التفاصيل، قديه مهم الشخص اليوم يقدر يتكيف مع الظروف مهما كانت صعبة ويشوف الحلو فيها. هذا هيك ختام تماماً. يعني هلأ الواحد شوفي لك جاري، إذا بدك تعيش بالحياة وتطلع من الناحية المادية فقط على اللي أعلم منك هتزهد بما لديك. لاحظت كيف؟ يعني أنت بتشوف إنسان مثلا عنده سيارة فارهة أو عنده أموال أو عنده كذا، أنت ما بتعرف شو الله آخذ منه. لاحظت كيف؟ كتير ناس مثلا بتلاقي عندها أموال بس هي مو إلها، يعني مثلا بيكون دخله مثلا بالشهر فرضا 50 مليون، لكن عم يروح 30 مليون على المشاكل، على الصحة، على العلاج، على الكذا على الكذا. وفي ناس مثلا دخلها ربما يعني مبالغ بسيطة ولكن على الرواء عم تروح على أكلة وشربة ولبسة. هلا مين الأغنى؟ لا الثاني أغنى. لاحظت كيف؟ اليوم مو العبرة بكم المال اللي عم يفوت، العبرة وين عم تصرف هذا المال. في ناس عم يفوت عليها كم هائل ولكن عم تصرفها على العلاج النفسي والعلاج الطبي، وعنده ولد الله يعينه وعنده مثلا كذا وعنده كذا. وفي ناس دخله قليل ولكن على أكله وشربه وأعياده مثل ما نحن هلا قاعدين مروقين ومسرورين. يعني بالختام نتشكرك أستاذ محمد على وجودك معنا وكل هالمعلومات اللي قدمت لنا، شكرا لك. شكرا سلمى، شكرا فرح، شكرا طبعا لكادر هذا البرنامج ولكادر الإخبارية، شكرا كثير لكل المتابعين. وكل عام وانتم بخير.